فنانة جميلة وأكثر من رائعة، وجه جميل يحمل الكثير من البراءة والطفولة. حصلت على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل عام 82. بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ. بدأت حياتها السينمائية في السبعينات من خلال فيلم رجل اسمه عباس عام 78، وقدمت بعدها أفلاماً عديدة من أبرزها لحم رخيص، أمهات في المنفى، العار، لا تسألني من أنا، الحب في غرفة الإنعاش، نأسف لهذا الخطأ، لقاء في شهر العسل، والكثير من الأفلام الناجحة. ومن مسلسلاتها وقال البحر، الحب القوي، أخو البنات، الفتوحات الإسلامية، ومشاركتها في الجزء الرابع والخامس من ليالي الحلمية. إنها الممثلة الأكثر من رائعة، إلهام شاهين.